إذن أعزائنا المشاهدين، ولنا في فلسطين ذكريات وقصص وأحاديث كثيرة لنتابع هذا التقرير، ومن ثم نواصل إكمال برنامجنا العربي بيت للكل. هم آية الرزق ومصدر الفرح ومبعث السعادة وملاذنا من عناء الحياة ومشقها في كل الدنيا، حتى في أكثر الحواضر عوزا وفاقة ينعم الأطفال بالرفاه والأمن والسلام، ولكن في بلاد السلام يفقد الأطفال الأمن وأبسط شروط السلامة، بل إنهم الأكثر عرضة للمخاطر ولأهوال العنف والتطرف. وبينما ينصرف أطفال العالم إلى اللهو واللعب وممارسة هوايتهم بمختلف مباهج الحياة وترفيها، يسلب هذا الحق من أطفال فلسطين، بل إنهم الأكثر استهدافا وعرضة للتقتيل بأبشع الوسائل وأكثرها عنفا وإجراما. بلا هوادة تواصل غربان الاحتلال نعيقها في فضاء القطاع، مطلقة العنان لصواريخها وقنابلها الفسفورية ولشتى أنواع ذخائرها المحرمة دوليا من الاستخدام ضد أهداف استراتيجية تشكل خطرا على الوجود البشري برمته. هذه الأهداف هي أطفال لم يتموا ربيعا أو اثنين، ومنهم من بلغ أكثر من ذلك بقليل، وهي فئة تجاوزت متوسطا لا بأس به وأزف أوان إزهاقها. وهذه هي العقلية التي تعتمل الذات المسكونة بالرجس الموتور المتطرفة، وهي من يشرع القوانين وينفذ أحكامها في دولة فاقت ممارساتها العدوانية كافة حدود البشاعة والإجرام والدونية والوضاعة. في قطاع غزة فقط الأطفال أهداف مشروعة لطائرات حربية هي الأكثر تطوراً على الإطلاق، ويتم تذخيرها بالقنابل الذكية المتخصصة بسحق أطفالنا وتقتيلهم على هذا النحو البشع والذي لم يحرك حتى اللحظة الضمير الإنساني الغائب تماماً عن أي فعل. وكأني بالمشاعر الإنسانية غادرت تماماً الذات البشرية، مع أن العاطفة من أجمل ما من الله به على بني البشر وكل ما خلق، ولكن لم يرف حتى الآن جفن آدمي، وقد جفت المشاعر تجاه ما يتعرض له أطفالنا في القطاع. فهل تجردت الإنسانية من مشاعر الأمومة والأبوة الفطرية؟ والله قد بلغت القلوب الحناجر. وهل ثمة ما هو أكثر هولا وفجيعة ورعبا من هذا الذي يجري؟ أوليس الأطفال أحباب الله؟ فمن هذا الذي يتجرأ على أحباب الله؟ لأطفال فلسطين ستنتصر الحياة يوما، ليعلوا خطاب النصر ويرفعوا راية الحرية ويعلوا نشيد الحياة.